أهلا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا سريعا في بداية الحلقة نصبح على دينا، نقول لها صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير. ايه اخبار الجو؟ لسه هنفضل في الحر ده كتير يا دينا؟ انا اتمنى ان انت ما تسالش لحد ما شهر اغسطس يخلص. يعني تضمنيني اللي بعد اغسطس ابتدي اسال؟ لا لا اله الا الله. طيب بس خلاص. انا حاسه ان الموجه اتكسرت شويه والله، بس الرطوبه عاليه شويه. بس احسن من الاسبوع اللي فات. طبعا احنا احسن من الاسبوع اللي فات. الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا بنصبح على كل المصريين في كل مكان، لكن خلينا نعلق على بدايه الحلقه لما كنا بنتكلم عن جامعه مصر المعلوماتيه. انا اولادي هضطر يعني او هبقى مصممه جدا ان ادخلهم في كليات مواكبه لسوق العمل في الفتره اللي جايه والسنين اللي جايه. خلاص لازم نخرج بره الصندوق، لازم نخرج بره عباءه الكليات القمه، وده دورنا احنا كاولياء امور من سن صغير نعود اولادنا على ان هم يشوفوا المستقبل ايه اللي قدامهم مجالات مفتوحه فيه ويبداوا يفكروا فيها. تحيه طبعا للاراده السياسيه المصريه والدوله المصريه لانها دايما بتشوف وبتواكب التطور التكنولوجي على مستوى العالم، وبتخلي شبابنا واولادنا يكونوا مؤهلين لده بشكل كبير.